وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دعا الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر فهل يجوز أن يؤمن خلفه بصوت عال؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لأخيه أنصت فلا جمعة له، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الجمعة من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، فالواجب هو الإنصات الخطبة. واختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ويقول راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا سمعته وهو يخطب ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل تصلي عليه أم لا؟ الذي يظهر أنك تستمع وأن هذا مخصوص، أي خطبة الجمعة تستمع لها ولا تشتغل بشيء غيرها، اللهم إلا أن كان الخطيب يدعو إلى باطل، يدعو إلى ديمقراطية أو تعددية، نعم، أو انتخابات، هذا لا يلزم أن تستمع له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد كان بعض السلف يتكلم والخطيب الأموي يخطب، إذا سب أهل بيت النبوة تحدثوا، فإذا قال لهم قائل لما تتكلمون وقت الخطبة قالوا ما أمرنا أن نستمع لهذا، والله المستعان.